انعزمت على لندن من وراء الشغلة، لأنه بعتبر كمنتج عم بيجدد بالموسيقى العربية، وكمان عم بيعطي مجال لفنانين جديد يطلعوا وكمان يعبروا عن مش بس موسيقتهم بس أفكار جديدة، ومنهم مريم صالح وتامر أبو غزالة. يعني هذا الشيء كتير منيح أنه صارت إنجلترا تفتح مجال للناس تتعرف على فنانين عرب جديد، لأنه في فكرة موقفة عن العرب هي من 10 سنين بال2001، أنه صورتنا أنه نحن إرهابية أو متعصبين. فلا، اليوم مع الثورات اللي عم بتصير صارت الفكرة عم تتطور، ففتحوا شباك علينا وصار فيهم يشوفوا أنه لا، الفنان العربي قريب كتير للفنان الإنجليزي. طيب، أنا اسمي مريم، أنا من مصر، من القاهرة، وبشارك في شباك عشان زيد وأنا عملنا مزيكا سوا، وهو يعني كان عايز نلعب مع بعض، دي هتبقى أول مرة نلعب يعني لايف كونسرت مع بعض أصلا. تامر أبو غزالة من فلسطين، واندعيت على المهرجان، حبيت شارك فيه لأنه لكذا سبب. أولهم أنه المهرجان هو من أول المهرجانات اللي عم بتعطي، يعني أول المهرجانات المختصة بالموسيقى العربية بشكل عام، وثانيا المختصة بالموسيقى العربية المعاصرة أو الحديثة بشكل خاص. وأهمية هذا بالنسبة لي أنه مش عم بفرجي العموميات تبعت الفن بالعالم العربي، عم بفرجي أشياء خاصة بالذات الفن المعاصر الحديث، بمعنى الفن اللي طالع من الجيل الجديد اللي هو بالضبط مرتبط بالثورات العربية. أنا بهمني بالأساس إنه هالشي يوجد بأكثر الأماكن بالعالم ممكن. كتير مهم طبعاً إنه لندن من أوائل الأماكن اللي بلشت كونتمبري أرتس فيستيفال عربي، وبنتأمل إنه كلنا نشتغل على إنه يصير هالشي موجود بباقي أوروبا وباقي دول العالم. بس يعني هو شيء عظيم، يعني إنه لندن تبقى يعني داعية كل الكم ده من العرب، وعايزة توري قد إيه هما يعني عندهم حس ثوري